في السؤال الثاني، تحياتي لفضيلتك دكتورة نادية، وبشكر حضرتك وربنا يجعله في ميزان حسناتك، اللهم آمين. من فضل حضرتك عايز تفسير الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية الكريمة دي أخي الفاضل هي من سورة النساء، وأنا ما باجي أفهم أي آية لازم أشوف السياق العام اللي جت فيه الآية اللي أنا بدور أو ببحث عن فهم معناها. طالما هي جت في سورة النساء اللي هي أصلا سورة بتحث الناس في بدايتها في مفتتحها على التقوى، وبتحث الناس في سياقها، سياق آياتها، تجد أنه في سياق آياتها وصية بالأرحام، وفيها كمان الأمر بالخوف من الله في معاملة الأرحام، خاصة فيما يتعلق بالضعفاء من الأيتام، وضرورة إن إحنا نبقى حريصين جدا على أموال اليتامى. ده السياق اللي جت فيه هذه الآيات، أو ما السياق العام أيضا اللي بتحث فيه سورة النساء على هذه المعاني وغيرها. الحقيقة إنه أهل التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة ليهم أقوال. أول قول في فهم هذه الآية إنه قالوا إنه الآية الكريمة أمر للأوصياء بأن هم يخشوا ويخافوا الله سبحانه وتعالى ويتقوه في اليتامى، فيعملوا أو يفعلوا باليتامى مثل ما يحبون أن يكون مع ذريتهم الضعفاء بعد وفاته. ورد المعنى ده عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما أخرج ذلك شيخ المفسرين الإمام الطبري. يعني على هذا المعنى بيكون مقصود الآية، أو المقصود من المراد من الآية الكريمة، إنها جاية حث الأوصياء على المحافظة على أموال اليتامى، ولكن جاية بأبلغ تعبير، لأنه سبحانه وتعالى نبههم بحال نفسهم، يعني نبههم بحال أنفسهم وذرياتهم، يعني قال لهم حطوا نفسكم مكانهم، يعني عشان يتصوروا المسألة ويعرفوا مكان العبرة فيها. ولا شك أن ذلك من أقوى الدواعي والبواعث في هذا المقصود، لأنه سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم افعلوا باليتامى الفعل الذي تحبون أن يفعل مع ذرياتكم الضعفاء من بعدكم. يعني الحق بيخاطب الأولياء القيمين على الأيتام إنه ينبغي إن هم يتصوروا أنفسهم إن هم الأموات أو على وشك الموت، وقد تركوا أولادا ضعافا أيتاما، كيف يحبون أن تكون المعاملة مع الأولاد دول، مع أولادهم دول؟ فأنت تشوف عايز إن إزاي ولادك يتعاملوا، فهكذا يجب أن يكون تعاملكم مع أيتام الناس، فليتقوا الله ولا يخالفوه في حفظ أموال اليتامى، وكذلك ليقولوا قولا سديدا، يعني في كل شيء، في ما يجب أنه يتم أو يقال، أو فيما يكون خاص باليتيم من باب العناية بشخصية اليتيم من جهة التربية والتهذيب والتعليم. القول الثاني اللي بيرى أصحابه أن الآية الكريمة أمر، هي أمر إلهي للي أو لمن يحضر أو يزور المريض مرض الموت، فالأمر ده جاي له، إنه لما تزور مريض خلاص في مرض موته، والمريض ده خلاص عند حال قيامه بقى بالإيصاء هيعمل وصية، عليك أنت يا من تزوره بأن تتقي الله وتخشاه، وتوصي المريض ده في أولاده خيرا. وإنه خلي بالك يلي رايح تزور المريض مرض الموت ده، إنك تشفق على لولي صغار، تشفق عليهم زي ما انت بتشفق على اولادك. يعني وصي، ما تجيش تقول له بقى وصي لفلان ووصي العلان لحد ما تخلص فلوس الرجل على غير ذريته ولا يبقى لهذه الذريه شيئا. عليهم انه الانسان لما يحضر عند ذلك المريض في مرض الموت ان يتقي الله تعالى ويخشاه في نصحهم للمريض، حتى لا يهلك ولا يضيع الضعفاء من بعده، ويحطوا نفسهم
مكان هؤلاء حتى يقولوا الحق والقول السديد. فقيل لهم: كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في ضعف أو جوع من غير مال، فعليكم بتقوى الله وعليكم بخشية الله، ولا تحملوا ذلك المريض على أنه يحرم أولاده الضعفاء من ماله. فعليهم إن هم يتكلموا، لو رايحين يزوروا المريض ده في مرض الموت، ففي نصيحة هيزدها له إن هم يتكلموا بالحق والعدل، وليتقوا الله تعالى، وليقولوا قولا سديدا، وهو أن يعرفوه ما أباحه الله له من الوصية، وألا يجور فيها فيضيع هؤلاء الصغار. وهنا ده بيبين موقف المسلمين مع بعض، إن إحنا نرعى بعض، ويرعى القوي الضعيف، وإن الضعيف ده لابد إن إحنا نتقي الله فيه، مش عشان ضعيف نبتدي بقى الصديق لينا في مرض الموت وأنا شايف إن ليه صغار فأقول له أنت ما وصيتش لفلانة أختك اللي مش عارف كذا، ولا فلان اللي أنت عايز تديله مش عارف، فيبتدي يوزع فلوس والصغار دول يروحوا فين؟ القول السديد، القول السليم، الحق الذي يوافق الحق. التفسير الثالث، وكل الآية بتحتمل كل هذه المعاني، التفسير الثالث الموجود في كتب التفسير لهذه الآية الكريمة، أنه بيرى أصحاب هذا الفريق الثالث أنه الخطاب في الآية الكريمة للموصين، مش بقى للي بيزوروا. الأول اتكلم التفسير الأول علق عن القيمين اللي قايمين على أموال اليتامى، والتانية للي بيزور من هو في فراش مرض الموت. التفسير الثالث قال لك لا، ده للي بيوصي نفسه. الخطاب في الآية للي هيوصوا، من يقومون بالوصية في أمواله، إن الآية بتأمرهم بأن هم يرفقوا ويشفقوا على ورثتهم، فلا يسرفوا في أمر الوصية لغيرهم، لأن الإسراف ده بيؤدي إلى ترك الورثة فقراء ضعفاء معوزين، وهذا لا يرضاه الشرع الحنيف. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يعني كل الأمر النصيحة السديدة، النصيحة السديدة اللي تعين الإنسان على أنه لا يظلم نفسه بارتكاب محظور، ولا يظلم اللي مسؤول عنهم، وبالذات إن كانوا صغارا وضعاف. ولا مانع من أن يكون الأمر بالخشية من الله تعالى يشمل جميع هذه الأصناف اللي اجتهد العلماء ففهموا الآية أو فهموا هذه المعاني من الآية الكريمة، وقد تشمل معاني أخرى كثيرة، ولكن هذا خلاصة يعني ما قيل، بعض ما قيل في كتب التفسير تشمل هذه المعاني وغيرها، وتشمل المعاني المتقدم ذكرها من إن الأوصياء وعواد الأوصياء على اليتامى، أو عواد المريض المرض مرض الموت فبيوصوه بحاجة، أو إن الآية خطاب للموصين الذين يوصون في أموالهم، هؤلاء جميعا يدخلون أو داخلون تحت الأمر بالخشية من الله تعالى وبالقول السديد الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه.